كنشكر هذا الجمهور هذا اللي ساعدنا في المقابله والحمد لله حتى هدفين المقابل صرف نتيجه ايجابيه نتمنى من الله ان شاء الله باش كنشكر اللاعبين اللي بذلوا واحد المجهودات كبيره رغم العياء نتمنى من الله باش نمشيو ان شاء الله للنيجيريا باش نحتفظوا على المقابله هذه ونجيبوا الكاليفيكاسيون ان شاء الله بالنيجيريا.